يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل الصوفية بقول الله عز وجل لهم ما يشاءون، يستدلون بها على كون منهم اللي لهم ما يشاءون. نعم فقط هكذا قال. ها؟ أقول هذا استدلال، هذول أهل الجنة، وهل الخرافيون في الجنة؟ هذول أهل الجنة. نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. الذي جاء بالصدق والذي صدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. نعم، من اتصف بهذه الصفات فلا شك أن له ما يشاء عند ربه، يعني في الجنة. نعم.